نظمت بلدية مدينة أبوظبي مهرجان العائلة في منطقة الشامخة من تاريخ 23 ولغاية 25 يناير، التي تهدف إلى توفير أجواء ترفيهية للأسر والعوائل للاستمتاع بفقرات المهرجان. الصراحة المهرجان كان وايد حلو، حبيت التنظيم وأن في كثير عروض مميزة حتى للأطفال، وما شاء الله منظمين والمكان وايد نظيف، ونتمنى أنه يتكرر تاني وثالث، وكل شيء حلو وكل شيء فري ولازم تروحونه. كل شيء صراحة، كل شيء أبدع وأبدع صراحة، حاجة جميلة وتغيير للأطفال تكون مبسوطة وللأسرة بشكل عام. شكرا بلدية أبوظبي.